طيب حنايا اليوم جميع ومباشرة كنتكلموا معكم على التناول ديالنا والاستهلاك ديالنا والأكل ديالنا لكل ما هو مشروبات أو أطعمة باردة مثلجة ومفرطة في الحلاوة. الموضوع اليوم غادي نتكلموا عليه من جوج ديال يعني ديال النقط او جوج ديال الجوانب. غادي نتكلموا عليه من الجانب ديال نظافه الاسنان وصحه الاسنان واللثه وماذا تاثير هذه الاطعمه المثلجه والمشروبات المثلجه والمفرطه في الحلاوه عليها، ولكن غادي نتكلموا عليه ايضا من وجهه نظر الحميه والزياده في الوزن، شنو تاثير هذا الاكل ديالنا وهذه الطريقه باش كنوليو كناكلو في الصيف، شنو تاثيرها على الصحه ديالنا، الصحه ديال الجهاز الهضمي والصحه ايضا ديالنا، من حيث انه كثير من الناس اللي كيتزادوا في الوزن في الصيف، علاش وكيفاش كيفاش ممكن نتفاداو هذا الشيء. موضوع اذا اليوم اللي كنتكلموا عليه رفقه جوج ديال الخبيرات اللي هما صديقاتنا في حديث ومغزل، الدكتوره فاطمة الزهراء كانيس اللي هي مختصه في طب وتقويم الاسنان. صباح النور لفاطمة الزهراء. صباح النور لسناء، صباح النور للمستمعين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ومدوزين العطله في اجواء طيبه وسعدات للعطله. دابا سعدات للعطله، قبلنا ان شاء الله. يستافدوا سورتو الشباب اللي عندهم معنوش مسؤوليه، يستافدوا. دابا حتى الطبيبات مازال ما كيشدوش العطله في شهر 7 ياك، واخا الوليدات جلسوا من المدرسه وداك الشيء، ولكن 8 شويه عاد نقدروا ناخذوا شي عطله ان شاء الله. ايوا ان شاء الله، الله يجيب هذه العطله بخير وعلى خير. مرحبا بك معنا مره اخرى، وتوحشتك لفاطمة الزهراء. انا توحشتك وتوحشت الاذاعه وتوحشت المستمعين، كنتوحشوا هذه الاجواء العائليه اللي كتكون في هذه الاذاعه. تبارك الله، مرحبا بك، هذا يعني شرف لينا، ومرحبا بك ما بين خوتك وفي العائله ديالك. موضوعنا غادي نتكلموا عليه ايضا رفقه الدكتوره ديالنا شميشه ديالنا كل خميس، سناء العيناني المختصه في الحميه والتغذيه والطب التجميل. صباح النور. صباح النور سناء، صباح النور لفاطمة الزهراء. توحشتكم، كي طوال عليا الخميس. فوقاش العطله؟ لا سناء مزيان، انت مازال باللي تقدري تخدمي شهر 8. لا 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 والله ما باين فيك العيا، تبارك الله ما شاء الله. صافي انت غير ديري، غير خدمي، ديري التعويض. نقوم بالواجب. نقوم بالواجب ديال كل شيء، ماشي بحالنا حنا تقاضينا. لا والله لا تقاديت، مكبره. لاباس عليك؟ الله يسلمك الله يسلمك. منين كيجلسوا الدراري في الدار وكتكون الام مازال تبعها الخدمه والالتزامات المهنيه، شنو السنت اللي كتعاود؟ انهم تحسوا بالملل، مساكن ما كيلقاو ما يديروا، اذا خصهم ماما عيط شنو ندير، نقل نبتكروا باش اليوم. ومع الاسف ملي كنجيو في العشيه راه شويه كنجيو عيانين، عاد خلاص انايا عندي واحد المسافه ديال الطريق اللي كناخذ كل نهار باش هما يحسوا بالراحه ديالهم، انا كناخذ على نفسي. انت كيجيب لي الله في بلاصتكم، لا انت ولا دكتور فاطمة الزهراء، غندي ولدي ولا بنتي للعياده ونعلموا الحرفه من الصغر. انا هادشي اللي كندير ولدي راه دابا ولا كيمشي معايا للعياده على ربع ولاد. هي دابا ولا عندكم في العياده الدونتيست الصغير؟ دونسيس صغير، وكيشوف الوليدات الصغار، باسكو انا كنخدم مع الوليدات الصغار، كيشوف الوليدات الصغار كيقول لي مامون ريغارد كيس كيل في، إلا بيان بروسي لوي، إلا بيان، حتى هو كيبدا يتبع الوليدات. قول له شوف اولدي شد الحرفة من الصغر. قول له منين ترجع المدرسة في الدخول قري الوليدات الآخرين، قري الوليدات الآخرين، دير لي الفورماسيون. فكرتني فاطمة الزهراء في وليداتي ملي كانوا صغار، كون ديما كيتناقصوا عليا في الكابينه وكيجريو اكثر. هي الي اللي دابا تبارك الله راه طول مني، ولكن لي باسون ديالي القدام كيعقلوا عليه، عقلنا على الي ملي كان صغير كيجي تيحل عليا الباب وتيدخل، تنقول لهم ما كنتش الطبيبه كدوز بولدها كيدور قدامها. ولكن هذا هو حالنا، هو حال المراه العامله ياك، بعدا راه حنا كيف ما كان الحال انا لفاطمة الزهراء، الحمد لله راه هذا حظ اننا خدامين ماشي عند شي حد اخر، ان الناس الحمد
لله كتربطهم بين علاقه ديال المحبه اكثر ما هي علاقه ما بين طبيب وعلاقه مهنيه وانهم تيقبلوا الظروف ديالنا اكزاكتومون كيتفهموها وبالعكس كيعجبهم الحال لان كنوليو كتحس مع لي باسون ديالك بحال انت عائله ملي كيوليو كيشوفوا وليداتك تماما كتولي شخص من العائله. المهم حديث ومغزل هنا نخلي الدكتورات كيتكلموا في هذا الموضوع حتى انا محسن بعضياتنا خلق ايوا اصلا قلتوا جلسه ديالها اجي واجي وانتم معنا خذوا قيمه معنا. قلتها البارح للدكتور فدوى السعداني راه تتبلغ لك السلام وقلتها ايضا لابتسام الذهبي اللي هي مختصه في الترويض الطبي قلت لها ان شاء الله خصنا ناخذوا شي قهوه مع الطبيبات البرنامج ديالنا ونديروا شي قعيده برا نسويه 100% الا تمت هذه القعيده كنوعدكم غادي نقلوا لكم الاجواء ان شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتقاسموها مع مستمعاتنا. طيب باش نرجعوا للموضوع هنا اليوم كنكثروا مع الصيف مع الحراره مع الصاد الناس كيوليو كيشربوا الماء بارد متلج الديسير ما كيتحط في الطبله غير الا ما كان متلج وخاصه الا تعلق الامر بالدلاح بالبطيخ بكل انواع يعني الديسير العنب كنشوف اي حاجه كنخرجوها خاصها تكون متلجه فضلا عن الاستهلاك المفرط والمتكاثر اللي كيولي الكل ما هو سوربي لاكلاص المثلجات وغير وكنلاحظ حتى الدراري بزاف اللي كيوليو يجبدوا المكعبات الثلج باش يديروهم في الكاس ديال الماء او ديال المناضه او ديال العصير وعادي تشرب. فالسؤال ديالي الاول ليك دكتوره فاطمة الزهراء كانيس شنو هو التاثير ديال هذا الافراط والاكل المتزايد ديال كل ما هو بارد واش هذا الشيء كيعنف او كيأثر سلبا على صحه الاسنان؟ الوغ هذه النقطه اللي شرتي ليها لالا سناء مهمه بزاف لان كيف ما قلتي في هذه الفتره هذه من السنه كيكثر الاستهلاك تاع السكريات تاع المشروبات الغازيه ديال الاشياء البارده وخصوصا في الليل يعني الناس كيبقاو سهرانين كيبقاو ياكلوا في داكشي الليل كامل يعني الحفله عندنا في الفم ديالنا الفيشطه عندنا في الفم ديالنا الوغ هاد الماكولات كامله او هاد النظام الغذائي كامل كيأثر على الاسنان ديالنا. التاثير الاول اللي كيكون هو ديال السكريات كيف ما عارفين وكيف ما اشرنا ليها بزاف ديال المرات في البرنامج ان السكريات كتاثر بشكل سلبي على الاسنان علاش لانها كتبقى في الفم وعندنا البكتيريا في الفم ديالنا اللي كتقدر تغذى على هاد السكريات وكتنتج حوامض اللي كتاثر لينا على السن ديالنا باش ان الميناء ديال السن كيتاكل ومع الوقت كتولي عندنا تسوسات. النقطه الثانيه المشروبات الغازيه كلها احماض اي اسيد هاد لاسيديتي تاع المشروبات الغازيه كتاثر حتى هي على الميناء ديال الاسنان. الميناء ديال الاسنان هي الطبقه اللي كتحمي السنان الا تاكلت لنا هاد الطبقه هادي او نقصات في السمك ديالها كتولي السن اكثر عرضه للتهديدات الخارجيه واكثر قابليه لانها تسوس ولا لانها تمرض. وهذا الشيء كنلاحظوه كثير عند الاطفال عند الاطفال وخصوصا في هذه الفتره لان كيف ما شرنا في الاول العطله كتكون شويه الفوضى وشويه ديال بحال الاباء كيطلقوا شويه السمطه يعني كيطلقوا الحبل لوليداتهم يعني انك تولي الماكله ماشي في الوقت الفطور ماشي في وقته والغدا ماشي في وقته والعشاء ماشي في وقته يعني الوليدات هذاك النظام ديال كل مره تابعين وليداتنا حك سنان قبل ما تمشي تنعس حتى هو حتى حنا الانسان كيشد عطله يعني الانسان كياخذ عطله وهذا الشيء كيأثر بزاف ملي كيخلي ان بزاف ديال لي بيك ديال لي زورجونس كيكونوا في هاد الفتره خصوصا عند الوليدات يعني الوليد اللي سنا بتاتر كان فيها سوسه ما ردولهاش الوالدين البال في هاد الفتره مع كثره الاستهلاك تاع كيف ما قلنا المثلجات والسكريات والمشروبات الغازيه كتعطينا هذاك لورجونس هذاك لو بيك يعني الحريق كيتزاد باش ان الوليدات كيجيو اون اورجونس. بالنسبه للانسان البالغ هنايا كنتكلموا على لا سنسيبيليتي دونتير او ديك الحساسيه كاين كثير من الناس الكبار اللي كيقول لك سناني كيضروني لا شربت الماء بارد او كليت شي حاجه بارده شنو تاثير البروده على هذا الالم اللي كنحسوا به شنو العلاقه؟ الوغ غير باش نوضحوا واحد النقطه لا سونسيبيليتي دونتير سي واحد العرض يعني واحد لو سامبتوم واحد العرض اللي يقدر يكون وراه بزاف ديال الاسباب. لا سونسيبيليتي دونتير الناس اللي كيقول لك عندي لا سونسيبيليتي دونتير فاش كيجيو الفحص عند طبيب الاسنان نقدروا نلقاو عندهم بزاف المشاكل او واحد في هاد المشاكل يقدر يكون واحد عنده تسوس اللي عاد بادي سو مانيفيست باغ سونسيبيليتي كتهيجو ديك البروده يعني سوسه راها صغيره بتاتخ ما كتبانلوش بتاتخ ما بين السنان بتاتخ باقا ما تحفرتش ولكن كيكون عندنا لو سامبتوم انها مني كتستيمولا بواحد لو ستيمولو يا اما البارد يا اما السكر يا اما خديت التمر يا اما خديت شي حلوه ديال اللوز معلكه كتعطيني داك لو بيك كيقول لك راه عندي لا سونسيبيليتي دونتير. كاين
اللي كيكون عنده سكون ابل لا ريسيسو، يعني اللحم ديال السنان ديالو هرب له على السنه، تعرى له شويه تاع الجدر. وهذا الموضوع اللي سبقنا تكلمنا عليه، وهذا الموضوع اللي سبقنا تكلمنا عليه، وكتعطي له هذا البلاصه اللي كتعرى ديال الجدر، لان نورمالمون سيدي ربي دارها لنا باش تكون مغطيه بالعظم ومغطيه باللثه. فاش كيطرى لنا هذا المشكل ديال لا ريسيسيون جينجيفال او لا هروب ديال اللثه، كتولي عندنا لا سنسيبيليتي، كيولي لو باسون غير كياخذ شي حاجه بارده، ولا شي مرات غير كيدوز ايديه ولا كيدوز لسانه على هذاك المنطقه كتجي الحساسيه ديال الاسنان. الناس كيوصفوها كيفاش، كيقول لك بحال ضربني الضو، بحال ضربني الضو، كيقول لك غير كندوز عليها ولا شي حاجه بحال ضربني الضو. لا لا فاطمه الزهراء، كتكون لا سنسيبيليتي دونتيغ ديفوز، كتكون في السنان كامله. و هذه هي اللي انا مجالي دابا كنمشي غير زعما سبب كاينه هاد النقطه هذه اللي دويت عليها لاله سناء، هي انه فاش كيكون الباسون بحال قلتي لو كومول، يعني تكاثروا بزاف ديال الاسباب، من الصغر ديالو هو كياخذ الحلاوه بزاف، من الصغر ديالو هو كياخذ البارد وكيتبعو السخون بزاف، من الصغر ديالو هو كيشرب المشروبات الغازيه بزاف، فشنو كيوليو؟ كتولي عندنا بحال دي فيلور، بحال شقات في السنان كاملين، سكي في كو سنان ولكن ما كيبانوش بالعين المجرده. اكزاكتومون، ما كيبانوش بالعين المجرده، وملي كيوصلوا لواحد لو ستاد كيقدروا يبانوا عند الطبيب باستعمال واحد الضوء ازرق كنقدروا نشوفوهم. الوغ هاد لي فيلور هادو كيخليو ان يعني بحال السنه كتجرح، بحال كتشقق، شي بحال زاجه مشقه شويه، سي نفس الشيء، لان لي ماي سي واحد المكون صلب، العاج مكون صلب بزاف، يعني هو اصلب حاجه اللي كاينه في الجسم ديالنا. متينه اكزاكتومون، مكونه من دي كريستو، يعني ما مكوناش من بلوس دو كريستو كو دو برودوي اورغانيك، اللي كتشقق مع الاحماض ولا مع كليت البارد ومن بعد تبعتو سخون ولا شي حاجه بارده بزاف كيف ما قلتي دي غلاسون ولا شي حاجه كتقدر تشقق لنا. بحال هادوك ملي كتشقق، ملي كتشقق هادوك الشقات كيعطيونا هاد لا سونسيبيليتي ديفوز. كيف ما كاين سبب آخر هو الناس اللي كيغزو سنانهم في الليل، الناس اللي كينعس في الليل كيفيق، هو ما كيعرفش راسو انه كيغزو سنانو، اللي كيعرف انه فاش كيفيق كيلقى هاد لي موسكل دارينو، راني في كنفيق كيقول لك العضلات ديالو كيضروا، العضلات ديال الحنك ديالي داريني، راني كنفيق كنلقى هادشي دارني، يمكن كاين اللي كيوصل ليه حتى كيضرو فني، كاين اللي كيمشي ليه كثر الا طول دي ميغرين كاريمون. هاد الناس هادو بكثره داك لا فورس وداك القوه اللي كيطبقوا على السنان ديالهم في الليل، يوقع لهم تشنج ديال العضلات، ديال العضلات، وكي كي الزابغاز كيبردوا السنان ديالهم، كيجي كتلقى ان عندنا يعني بشكل لا واعي الانسان هو ناعس كيغزز كيمسحهم، سي بحال عندك واحد الحكا غير تحرش وبقيتي كتحك كل نهار على السنان ديالك، راه كتابغازيهم، وملي كتابغازيهم شنو كيطرى؟ هي فاش كتضرب هذيك الطبقه الفوقانيه ديال العاج ديال الميناء، وكيف ما قلنا ملي كتضرب كتولي عندنا لا سونسيبيليتي. الوغ هاد الناس غالبا ما كيعانيو من لا سونسيبيليتي ديفوز كيف ما قالت عليها لاله سناء، كتكون في سنان كاملين لان السنان ديالهم كاملين تحكوا. اذا هادشي كله طبعا كيقدر يبان، كيبان علاش؟ لانه دابا في هذا الفصل ديال الصيف كنكثروا الاستهلاك ديال كل ما هو بارد او حلو بزاف. الا عندكم واحد من هاد الاعراض اللي كنتكلموا عليها، عندكم سؤال او تم تشخيص هاد الحاله ديالكم او عند الطفل ديالكم، مرحبا بكم على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. غادي نرجعوا لك دكتور فاطمه الزهراء كانيس ونشوفوا اشنو خاص، شنو هو الحل وشنو هو العلاج. اما الان دابا غنمشيو للجانب الغذائي، يعني كيف كتلاحظوا معي هذه عادات صيفيه اللي اليوم كنشوفوها من الجانب ديال صحه الاسنان واللثه، ومن الجانب ايضا ديال الصحه ديالنا، ديال الاكل، ديال الجهاز الهضمي، وديال الوزن ديالنا. دكتوره سناء العناني، واش هذه العادات الغذائيه الصيفيه كتؤدي لارتفاع الوزن وظهور مشاكل ديال الجهاز الهضمي بكثره في فصل الصيف؟ بطبيعه الحال هاد التصرفات كنلقاوها شائعه عند بزاف الناس، واخا كيكونوا واعيين بالامر وعارفين شنو، ولكن كيغلبهم الصهد وكيغلبهم داك كيقلبوا على الانتعاش ديال البروده في الفم، عليها كيقلبوا على هاد الحوايج اللي هما باردين، واخا يكون غير الماء بارد، الدلاح مثلا بارد. تكلمتي على الدلاح قبيله، بغيت نشير ليه قبل ما ننساه، عافاكم الدلاح ما يتقطعش ويتخشى في المبرد عادي ياكلوا الانسان. تخشى الدلاحه واخا هي مقسومه على نص ولا على اربعه، تبرد ما كاين بس، ولكن كنحيدوا منها واحد الطبقه ديال نص سنتيمتر من الجناب، لان هذه كلها كيكونوا فيها ميكروبات اللي الا تناولناها غادي هو اللي كيعطي المشكل ديال الاسهال خاصه عند الدراري الصغار. دائما بزاف الناس اللي غادي يقول باش تدخل ليها البروده مزيان، واخا مثلا الا قطع
قطعناه ودرناه في تبصيل وغلفناه بفيلم اليمونتير واخا هكاك غير يقدر يكون مودر يقدر يكون مودر. اذا احسن طريقه هذه يعني نقطه كنوقفوا عليها ومن العادات اللي كنلاحظوها بكثره. والديسير عموما يعني لا البطيخ لا السويله كنقطعوها وكنديروا هكاك في الثلاجه باش كيشد البروده مزيان. دابا الانسان كيقلب على اكثر احساس بانتعاش ممكن، ولكن ما ننساوش بان كاينين بكتيريات اللي كيجيو فوق من داك الطبقات ديال البطيخ ولا ديال الدلح، راه هش بزاف، راه دغيا كيقدر يتعفن، وهنا هي المشاكل ديال الاسهال اللي كيقدروا يكونوا. غنتكلموا على واحد النقطه تكلفتنا تكلمنا عليها، هي انه ملي كنقلبوا حنا على الانتعاش ديال الفم، فاحنا كناخذوا واحد المشروب ولا واحد شي حاجه من الاطعمه والثلاجات اللي درجه الحراره ديالها ما متناسباش مع درجه حراره الجسم. ولا سمحتي لي يعني على ذكر هاد النقطه، انا نقلتها عبر لي ستوري ديالي هاد الاسبوع، يعني واحد الخبر اللي كان محزن للغايه. طفل صغير اللي في مصر، هذا خبر اللي تداولته كثير من القنوات الاخباريه لانه كان يعني مؤثر. الطفل كيعرق بزاف وكيلعب بزاف في مصر، شنو دار وهو سخون؟ شد كاس ديال الماء بارد، زاد له المكعبات ديال الثلج وشربوا هكذاك بقه وحده. اللي وقع له انه هالطفل جاته بحال سكته قلبيه ويعني توفى في الحين. فهذه فقط علاش كنقلها، لانه بغيت نعملوا بها واحد التنبيه. ردوا البال، كثير من الوليدات حتى هما كيشدوا الماء بارد وكيجبدوا هكاك من الثلاجه وكيهبط، كنشوفوا الدري يجبد القرعه ومن فمه كيشربها هكذا كركركر. فهذه بعض الامور اللي خاصنا نردوا لها البال. شنو وقع في هذه الحاله ديال الطفل اللي دابا تكلمنا عليها؟ سي لو شوك تيرميك، يعني الجسم من واحد درجه الحراره اللي هي سخونه جدا بحكم انه كان كيلعب، يعني مستوى ديال الطاقه ديالو ارتفع، انه خلق واحد الطاقه انه سخن الجسم ديالو، جاء ودار عليه البروده. اذا هنا كيكون لو شوك تيرميك، ما كيستحملش الجسم هاد التغير المفاجئ ديال الحراره. اذا هاد الاطعمه او المشروبات البارده كتاثر اول شيء على ياش، على المصارن، على الجهاز الهضمي، على القلب، على بحال هاد الوليد هذا لو شوك تيرميك صدر القلب ما بقاش سكت، لان القلب راه فيه ايضا واحد التيار كهربائي اللي غادي يتاثر بحال هاد الفوارق ديال الحراره. فكرني هاد الشيء بحال في المساله دابا الوليدات كيمشيو لابيسين ولا كيمشيو للبحر كيعوموا. عمركم وليداتي ما تعوموا مباشره وراء الماكله، لان ملي كتكونوا كتاكلوا كتنتجوا واحد الحراره في الجسم، الجسم كيسخن دائما، كنتسنى واحد ساعه الا ربع على الاقل ولا ساعه المكانه عاد كنمشي كنعوم. ومنين تنعوم في نفس السياق مع عمرني ما كنجي وكنتغطس في الماء، لان حتى هذه فكنفاجئ الجسم ديالي بواحد الحراره اللي هي مختلفه على داكشي اللي فيه، كنفزك الرقبه ديالي. وبزاف الناس كنشوفهم كيديروا هذه المساله بحال لا كنهيئ الجسم ديالي وكنغطس رجلين وليدي الاطراف، لان الاطراف مهمين في كيعطيو الاشاره للمركز الدماغ الهيبوتالاموس باش كيصوب لينا كيقاد لينا المستوى ديال الحراره في الجسم. اذا هذا الشيء زعما اغتنمت الفرصه ديال البرنامج باش ننبه على هاد النقطه. غادي نكملوا معك سناء، وغادي نكملوا معكم مستمعاتنا ومع دكتوره فاطمه زهره كانيس من بعد الفاصل، وعندنا اسئله مستمعات غادي ناخذوهم مباشره من بعد الفاصل. وانا معكم حديث ومغزل فاطمه معنا من الدار البيضاء، اهلا بك. السلام للسنة. عليكم السلام ورحمة الله. والدكتورات اللي معاك الله يبارك فيك، أنا غنعاود نذكر بهم الله يعلى عليهم الله يحفظ لهم وليداتهم. اللهم آمين يا رب. بعدها مسبقا كنتمنى لكم عطلة سعيدة وعودة ميمونة. اللهم آمين اللهم آمين فاطمة. وأنا يعني غادي نشتاق لكم، وإن شاء الله على أمل نتلاقاو على خير ونجمعنا ربي على خير إن شاء الله من هنا الأسبوع الأخير شهر غشت بحول ان شاء الله ان شاء الله. التدخل ديالي على السي الوليد اللي حكيتي شنو وقع له بعد شرب ما بارد في شهر اوت 2019. نعم. الاخ ديالي مشى هو الصديق ديالو بحال يدير الماراطون من عين الدياب حتى للطماريس. نعم. ذهابا وايابا جوج مرات كيمشيو ويرجعوا. وعرقوا بزاف وبدلوا واحد المجهود بزاف على من 6 الصباح وما قول ما داكشي بقاو فيه حتى شي 12 نهار غاديين راجعين. صديق جا خذا المدافي دوش ارتاح خويا مباشره دير
بوديزه ديال 5 لتر في الثلاجه بعدا نبرمجها في الليل دايرها نشربها واقف يلا طيب 4 سوايع كيتوصل وصلنا للكلينيك ما كاين في الطريق يا لطيف لا اله الا الله هذه هي اللي دابا ذكرتوني بغيت نوصلها ماشي الناس يتحلاو المبالغ نعم. راه كل حاجه جعلها الله في الوسط ديالها هنا بعدا لوسطومو ديالنا حتى كتعدي داك الشيء ب 37 عاد هذه يمكن تخدم نعم. راه ما يمكنش غنشرب من البارد راه غنتبردوا نعم. راه اللي راه دور الجسم اللي غيخدم هو اللي غادي يخدم نعم واش غنقول لك زعما بوشتين ناداتنا في الحقيقه وحنا كنسمعوا هذا الخبر لانه ونحكي لك واحد الحاجه غير الالات اللي تنخدموا بهم غير الطوست انا تنحمر فيها الخبز على الزربه جبت القريشلات من الجيران درتهم فوقيه سخنات بزاف مجرد ما حطيتهم في الصوطات نعم يعني هذه غير آلة شنو طرا لي انا شعلت تحمات بزاف نعم. وجبت هذاك الشيء من الكونجيلاتور المجمد مجرد ما نزلت الغطاء الصوطات ما خدمتش ليا كاع نعم بالنسبه للاخ ديالك الله يرحمه ويوسع عليه هذا النهار وفي ليله الجمعه شنو قالوا لكم الاطباء شنو وقع له بالضبط بعدا ما فهموش فيه بعدا بالدرجه ماشي طاح حكيت ليه قلبي شنو غادي تيغوت تيتقطع تيقول لكم صارني يعني هو قال لك واحد الحراره منفعله يعني منشعل بزاف وبحال شي جام كبيت عليها واحد المجمر كبيت عليه واحد المبارد طفيتي داتو كلها مقطعه تقاوم راسها يعني على ما جيتوا توقفوا توصلوا ل مات لينا الله يرحمه لا اله الا الله والله الله نعم الصديق ديالو خذا الماء دافي ماشي بارد ودوش وجلس وتاع خذا كانت العصير ديالو الاخر برمج بعدا شوف القدر الماء داير بعدا قبل ما يمشي داير يبرد وما شربش من التاويل داير بالوقفه ديالو داير داك البيدون 5 لتر هو تيقرقر هكا تيشرب هذيك الطريقه حتى في الانسلاب بعدا محظوره نعم نعم وفعلا الا كتذكري انه دائما في البرنامج ديالنا في حديث ومغزل يعني هذه كنوصيو عليها رفقه الدكتوره سناء العناني انه يعني كيف البرد كيف الخريف كيف الربيع كيف الصيف من العادات الحميده واللي اليوم كل الدراسات العلميه والطبيه تشيد بفائدتها هو اننا نشربوا قبل نجلسوا يعني كيف ما بغى الانسان يشرب يجلس وما نشربوا شيء الماء دقه واحده نشربوا بثلاثه ديال الجرعات ففاطمه كنقول لك الله يعظم الاجر والله يرحمه في هذا النهار وشكرا لك على الاتصال والمشاركه ديالك لانه هذه يعني حادثه مؤلمه لكم نتوما ولكن راه فيها واحد العبره اللي نتمنى انها فعلا توصل لكل من كيتصنت لنا هذا الصباح على راديو اصوات شكرا لك فاطمه سلام غادي ناخذ خديجه من الدار البيضاء اهلا بك السلام عليكم اختي سناء وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك معنا كنشكر الدكتوره وكنشكرك بزاف راكي ورده ديال الاذاعه كامل الله يحفظك الله انتي والاخوت عماد وكلشي الله يحفظكم الله يخليكم لينا ان شاء الله اللهم امين تنتم الله يخليكم على خير تفضل شنو السؤال احسن اذاعه زعما راه تصورت على البال شكرا لك خديجه بارك الله فيك الله يعطيك الصحه عندي ولدي بدل سنان جسنا الفوقانيين ودوك الجسنا الفوقانيين بدلهم تقريبا في 7 سنين نعم وما بقاش بدل دابا عنده طال 4 دابا قول غيدخل في 15 عام اييه ما بقاش بدل وداك الشيء ما بقاش بدل سنان دابا عنده 15 عام ايه وخوته الاخرين كيبدلو متابعين كلشي طيحوا زعما سنان متابعين داك الشيء 12 عام دار سنان واخا هو السؤال ديالك شويه بعيد على الموضوع ديالنا ولكن غادي نجاوبك عليه على راسنا وعينينا دكتوره فاطمه زهره كانيس لاله خديجه السلام عليكم والله عليكم السلام واش وليدك دابا عنده 15 عام عنده 15 عام عنده غير جوج سنينات القداميين هما اللي دائمين شي الاخر باقي عنده سنان ديال الحليب باقي عنده سنان ديال الحليب كلشي لا الفوق لا التحت لا الفوق لا الفوق جوج الفوقانيين اللي بدلوا صافي وين باينين والتحتانيين والتحتانيين التحتانيين صغار باينين زعما ملي كيحل فمو باينين لا واش التحتانيين تا هما بدلهم بالدائمين لا ما بدلهمش عيجوا الفوقانيين كيبدلوا الصحه ديالو مزيان والوليد ديالك ما عنده حتى شي مرض زعما الصحه ديالو مزيان ما متبع حتى شي طبيب مزيان لا مزيان عنده الصحه عيد داك المصرى اللي عنده فاسميتو المصرى اللي عنده كيأثر عليه هو اللي شنو عنده في المصران شنو مالو في المصران المصران عنده بحال المصران ديالو كبير الزياده ديالو المصران كبير عنده
وهادشي شنو شنو الاعراض اللي كيعطيه؟ واش كيتبع حميه غذائيه؟ الاعراض اللي كيعطيه القبض لي غير كيعطيه القبض. ودوزنا ليه عند الاختصاصي وداكشي وقال لنا ملي غيكبر غيتقاد معاه هادشي اللي عنده المشكل. داكو دكتوره كانيس هاد الظاهره ديال الاسنان ما تبدلوش الولد وصل 15 عام عاديه؟ لا ماشي عاديه، ماشي عاديه بتاتا، ماشي عاديه. 15 عام بزاف، يعني كون قلنا 8 سنين 10 سنين مي 15 عام بزاف. وسنان ديالو ما كيتحركوا حتى شي حاجه؟ لا ما كيتحركوش، ولكن قديم صغار. لا يعني باقي عنده سنان الحليب، يعني باقي ما طيحش سنان ديال الحليب. الوغ لا الله يخليك، في اسرع وقت تمشي عند طبيب ديال الاسنان دير اون راديو بانوراميك باش نتاكدوا، لان كيكونوا بعض الحالات، ولكن هاد الحالات كيكونوا دون لي كادر دي سيندروم. علاش سولتك على الصحه ديالو؟ الحالات اللي ما كيكونوش سنان عندنا الدائمين، كيكونوا غير سنان سكونابيل دي زانودونسي، يعني سنان دائمين ما كيكونوش، ولكن هاد الشيء ما نقدروش نبيو عليه حتى ناخذوا اون راديو بوغ كونفيرمي واش ان السنان كاينين غير ما هبطوش، وهي حاله اللي غتكون يعني نادره بزاف ان يكونوا سنان وياخذوا هاد الوقت باش انهم ما يهبطوش او لا ما يكونوش سنان بتاتا. غير هو فاش ما كيكونوش سنان كنعمقوا البحث اكثر مع دي ميدسان انترنيست باش يشوفوا واش كاين هادشي دون كادر دان سيندروم، لان ماشي عادي. كيفاش سيندروم؟ يعني كيكونوا دي فورم سيندروميك، دي تروبل في لي اضطرابات، اضطرابات في لي كروموزوم، يعني نهار تزاد عنده اضطراب في ان سيندروم دو اللي كيكون الذات ديالو كامله، يعني تقدر تكون عنده شي حاجه اخرى، مثلا الراس ديالو يكون ما كبرش بزاف، مثلا يكونوا بعد عنده اعراض اخرين داخلين في واحد المرض اللي كيشمل مشكل في السنان، مشكل ربما في الدماغ، مشكل ربما في بعض الاعضاء اللي كتعطي يعني اضطرابات في النمو. كتعطي اضطرابات في النمو، ويقدر يكون هذا الشيء ربما متعلق بالحياه ديالو الجنينيه، شي حاجه ما ديفلوباش، ما اكتملتش في النمو ديالها. فوالا غير هادشي ما نقدروش ندويو عليه حتى يدير لا راديو، يعني حنا باش ما نهولوش السيده، باش ما نقولولهاش يعني تمشي اول حاجه، لان 15 عام يعني في سن 10 سنين ما بانتلك ما نطلوش سنان، تمشي دي عند طبيب سنان يدير غير اون راديو. لا راديو راه ما كتكلفش بزاف، ما بين 150 درهم حتى 200 درهم. ندير له الراديو اللي غادي نشوف واش سنان كاينين ولا ما كاينينش. الا كانوا سنان راه غادي تبعي مع الطبيب متخصص باش يدير معاك واحد لو بلون، واحد لو بلون دو تريتمون، واحد الخطه علاجيه. نعم. اللي غادي يقول لك فيها كل سنه امتى غادي نزولوها باش نعاود أنا تخرج، أو في إطار تقويم الأسنان باش أننا نجبدو سنينات. إلا ما كانوش سنان ففي هذه الحالة غادي يخص واحد لابريزون شارج مولتي ديسيبلينيغ مع بزاف ديال الأطباء باش نقدروا أننا نعالجوا هاد الوليد. مي أول حاجة دير خديجة أول حاجة تدي عند طبيب الأسنان، اتفقنا خديجة؟ الطبيب والأمراض الباطنية. إلا ما كانوش سنينات راه طبيب الأسنان هو غادي يوجهها عند طبيب الأمراض الباطنية. اتفقنا خديجة؟ باش تعرفي واش الإبن ديالك يعني ما عندوش واحد المشكل اللي هو أكبر من هاد الشيء، وداك المسألة اللي دابا اللي كتحكي لنا عليها ديال السنينات اللي ما كبروش ولا ما تبدلوش، هي غير عرض من أعراض واحدة أخرى ربما ما بين لكمش. الله يسمعك، خبر الخير ان شاء الله، نتمنى الخير لهذا الوليد. الله يجازيكم بخير. تحيه طيبه. مرحبا بك. ناخذ نزهه معنا من فاس. كنذكر باننا دائما جميع مباشره على راديو اصوات. مرحبا بكم على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. مرحبا بكم انتم اللي كتشاهدونا عبر لايف جديد على الصفحه الرسميه سناء الزعيم اصوات. وبغيت نذكر معنا في الاستوديو كل من الدكتوره سناء العيناني المختصه في الحميه والتغذيه، ودكتوره فاطمه زهرة كانيس الدكتوره والطبيبه المختصه في طب وتقويم الاسنان. كنتكلموا اليوم على عادتنا الصيفيه ديال استهلاك او تناول كل ما هو بارد بكثره، من عصائر، من الماء، حتى الماء ما بقينا نشربوه على طبيعته، خصنا نبردوه ونزيدوا له المكعبات الثلج، الديسير، الاطعمه، المثلجات. شنو تاثير هذا الشيء على صحتنا، على صحه الاسنان، ولكن على صحتنا ايضا، صحه الجهاز الهضمي، وكذلك واش هذا الشيء كيؤدي لارتفاع الوزن عند كثير من الناس وحتى عند الاطفال والشباب ديالنا؟ الى عندكم سؤال مرحبا بكم معنا. نزهه السلام عليكم. ورحمه الله. بنتي سناء لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ودابا كتقولي لي بنتي، دابا انزهه، الله يبارك فيك، بعدا بدلاتي شرحي لي. كتقولي لي بنتي بغيتي تشرفي راسك ولا شنو؟ لا وانا فعلا كبيره. وصوتك تبارك الله شباب. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. يلا مرحبا. بغيت نسول الدكتوره فاطمه الزهراء على واحد بنت خويا. اييه. كما قالت كتبات تغزو السنان ديالها. اييه. شحال عندها من عام بنت خوك؟ عندها 9 سنين. اوكي. والدروس ديالها كلهم سوسين. كنسول زعما كاينه واش مع المرور الوقت من سنهم ما تبقالهاش ديك السوسه؟
لا واخا نديرو فهاد التغزل ديال السنان واخا الله يخليك لاله نزهه. السلام عليكم. شكرا عليكم. الوغ البنيه اللي عندها 9 سنين شنو الدروس اللي مسوسين ليها؟ واش الدروس ديال الحليب ولا الدروس الدائمين؟ لان 9 سنين عندها غيكونوا عندها بجوج، غادي يكونوا عندها الدراس الاخرانيين غيكونوا دراس دائمين، ويكونوا عندها ما بين السنينات القداميين واحد الدريسات ديال الحليب. مازالين شنو اللي مسوس لها؟ لا مازال ما بدلاتش كاع الدروس. لا مازال ما بدلاتش كاع الدروس، ولكن كاينه واحد الدراسه كتنوض بلا ما تبدل في 6 سنين، هي الدراسه الاخرانيه. يمكن الوغ نقطة مهمة الله يخليك، إذا كانت هذيك الدراسة الأخرانية، هذيك الدراسة الأخرانية هي اللي كتهز العضة، هي اللي كتهز لوكلوجون العضة ديال السنين. غادي نزيد في الراديو نسمعك في الراديو. أها واخ دكتورة. الوغ كتكون الدراسة الأخرانية بزاف ديال الآباء ما كيردولهاش البال، لأن ما كطيحش سنة باش كتعود سنة، كت 6 سنين كتنوض لنا دريسة الأخرانية سكرافيل لا دونت سيزون. هي اللي كتكون في الصف ديال السنان هي الأخرانية، هي الدخلانية. هي الأخرانية. قبل من لا دونت ساجيس. لا كاينة لا سيت عاد لا دونت، كاين في الآخر كيكونوا عندنا ثلاثة ديال الدراسات، ولكن الوليدات الصغار كيكون عندنا الناب. نعم لا كاينين دولي من موراها دريسه صغيره من موراها دريسه كبر منها، وفي 6 سنين كتنوض لنا دريسه ثالثه دائمه، يعني غتحسب البنت خوها شحال عندها من درسه، الا كان المور الناب عندها ثلاثه راه الثالثه درسه دائمه. هذيك الدرسه الدائمه مهمه بزاف، وكنأكدوا على الاباء انهم يردوا لها البال، لانها هي بحال قلتي لو سوبور ديال العده، العده ديالنا لوكلوزيون بوغ كيل سو كونستري باش تقادنا لوكلوزيون ديال العده ديال السده ديال الفم بالاسنان الدائمه. هاد الدرسه مهمه. شنو كيطرى؟ الاباء ما كيردولهاش البال حتى هي كتسوس، ملي كتسوس كطيحنا تكون ابيل كطيح لا ديفي كطيح العده، وكيخلي ان الوليدات ما كيلقاوش علاه يشهزوا كيبداو يغزوا سنيناتهم. دونك نردوا البال مع هاد السنه، هاد السنه الا كانت هي اللي مسوسه خاص تدي البنيه عن طبيب ديال الاسنان. علاش؟ لان ديجا الا تسوسات قبل من الوقت هي فاش كتنوض الجدر ديالها ما كيكونش كامل، يعني الا تسوسات لنا قبل ما يكمل الجدر، الجدر ما عمره كيكمل، لان داك العرق ديك لابولب اللي كتجيب المواد الغذائيه باش ان الجدر يكمل كتموت. دونك خاصها نردوا لها البال، وخاصها تعمر مزيان، يعني خاصها تعالج الداخل ديالها، تعالج السوسه، اضيف الى ذلك خاصها تعمر. الا تعمرت لنا سنينه وبقى عند البنيه المشكل تاع التغزاز اسمومولا النزول تقويم ديال الاسنان، يعني ان عندها شي سنينات مثلا القدام كيتلاقاو لها بزاف اللي كيخليو ان البنيه كتبقى تغزز السنينات ديالها في الليل. يعني غدوز لتقويم ديال الاسنان، تقويم ديال الاسنان كيكون الهدف منه هو ان العده انيكيليبغ تولي متوازنه، يعني كاع السنان هازين نفس الثقل مستوى واحد، مستوى واحد يتقادوا. طيب وحنا كنهضروا على العادات الصيفيه السيئة، شنو النصيحة أيضا للنزهة؟ لاش خاصهم يردوا البال مع هاد البنية اللي عندها السوسة؟ ألوغ هاد البنية أولا أول مرحلة خاصة تعالج السوسة، راه ماشي لحقاش السنة ديال الحليب ما نعالجلهاش السوسة، لأن السنة ديال الحليب راه عندها علاقة بالسنة الدائمة اللي جاية من بعد. يعني تقدر هي تطيح وتبدلها ولكن السوسة تبقى. لانفيكسيون كنخافوا حنا من التعفن، لأن التعفن إلا وقع هو من هياش كنخافوا. تقدر تضيع السنة. تقدر تضيع السنة وتقدر تعطينا دي كومبليكاسيون، يعني شي مرات التعفن كيوصل انا بزاف ديال الحوايج. اضيف الى ذلك ان السنه ديال الحليب هي احسن حاجه كنقدروا نقبطوا بها ليسباس تاع السنه اللي ماجيه، فاش كنضطروا في بعض الحالات وفي الحاله تاع التعفن اننا نزولوا السنينات ديال الحليب، فان ديك البلاصه كتسد، كيخصنا نديروا واحد لي زاباري اخرين باش نقبطوا هذيك البلاصه. الوغ كو سيدي ربي درنا السنه ديال الحليب باش يبقاو قابطين، باش يكون هما لو غيد، هما اللي كيوريو لهذيك السنه الدائمه الطريق منين غتمشي، فوالا باش تدوز باش تنوض. مني ما كتمشيش السنه ما كتعرفش من هياش تخرج، كتخرج هنايا داخل لا يا خارجه، يا ما كتخرجش، يا ما كتلقاش بلاصه فين تخرج، يا بزاف ديال الحوايج. دونك نصيحتي لهاد البنيه في 9 سنين، الوغ في 9 سنين كتكون عندنا لا دونتيغ ميكس، يعني كيكون عندنا اي سنينات الدائمين اي سنينات ديال الحليب. دونك نردوا البال في هاد المرحله. دابا في هاد الصيف لان باش نرجعوا للموضوع. في هاد الصيف نرد البال مع الماكولات، الا كانت عندها اصلا تسوس، راه الا بقات كتستهلك الماكولات الغازيه او الماء بارد او الحلويات او لي كلاص، راه غادي نوض عليها، وما تخليش الفتره اللي كيكونوا فيها اغلبيه ديال الاطباء اون كونجي باش تجيها اون اورجونس. دونك تحاول انها تمشي دير واحد الفحص البنيه ديالها عند الطبيب ديالها باش انها باش ما نوصلوش لهاد لي زورجونس، كيف ما كنعاود نكررها بزاف المرات مستعجله، الحاله مستعجله واللي كناكد عليها في هنا في الاذاعه، ما نخليوش وليداتنا تيوصلوا الحاله المستعجله عندهم عند طبيب الاسنان. ديجا طبيب الاسنان عندنا الوليدات عندهم عليه افكار بالنسبه لنظافه الاسنان ديالها ولا ديال الوليدات اللي عندهم السوسه. دابا مع الصيف يعني خصنا نصروا على عليها، يعني نظافه الاسنان ديال الليل مهمه، الليل مهمه، يعني ماشي لحقاش الصيف ولا حنا في عطله، راه العطله من كل شيء، راه الفوضى، خاصنا نبقاو متبعين. يعني نظافه الاسنان كيف ما الواحد خاصو ضروري ينظف الذات ديالو، راه الفم ديالو يعني عضو من الجسم، خاصو ضروري يتنظف كيف ما كناكلو، ننظفو السنينات ديالنا كياخد 5 دقائق ما نضيعوهاش. واضحه. نتمنى وان شاء الله ديروا بهذه النصائح. نزهه تحيه لكم فاس. غادي ناخذ زهور معنا من تونات. السلام عليكم.
كون كدير اختي سناء لاباس الحمد لله الله يبارك فيك زهر كون كديرين دكتوره تبعنا لاباس عليكم سناء زهر دايرين بخير الحمد لله يا زهر كيف عاملين الله يبارك فيك الله يبارك فيك شحال من مره حاولت نتصل بكم الحمد لله هذه اول مره لي نهار كبير هذا مرحبا حنا في الخدمه شنو سؤالك في موضوعنا نسول لحساب الزوج ديالي مؤخرا بنت دو يعني في واحد الطرف ديال الخومه بان عنده بزاف ديال الامراض منهم لاكتوز في الرقبه ولاكوت هو ديجا عنده بروبليم ديال لاكوات دونك المشكل اللي كان هو فاش كياخذ هاد لي تريتمون كلهم تاثر بزاف الجهاز الهضمي ديالو واللي عنده فيه مشكل يعني ديما عنده حريق ديما دوخه حريق الراس ودابا مع الصيف دابا مع الصيف والحراره شنو مثلا كياكل راجلك اللي ما خصوش ياكل هو كياكل لهم يعني محيده انا الريجيم اللي دايره لهم مثلا محيده السكر محيده الكلين معناتها انا عندي بروبليم ديال روماتويد يعني هذا الريجيم دايرينو بجوج محيده السكر محيده الكلين وكنحاول مثلا اللي دا ما ياكلوش بزاف هو على حساب لاكوت وهذا يعني هي هذا الريجيم اللي عطيه شنو السؤال ديالك دابا الدكتور انا بغيت غير شي غيزني شي حاجه اللي يقدر تعاوني بها الدكتوره سناء اذا كان ممكن شي ريجيم اللي يقدر يعني شي اللي غادي يعني ولا بالنسبة. ولا خصني نغير شي حاجه وشنو زعما ممكن نضيف خص بعدا تردي البال من اللحوم ومن بحال الكبده القلب الدواره هادشي كله ما خصوش يكون كيوصل ليه القطاني ايضا كتقدر تطلع لاسيد يوريك وكتقدر تاثر على لاكوت والدواء ديالو ولا بدا كاين لان هاد لاكوت راه مرض مزمن ولا بدا خصو يكون كياخذ واحد الدواء بانتظام وعاد كاين الدواء ديال الحالات ديال النوبات الحاده والقطنيه كلها العدس اللوبيا الحمص الحوت اللي كيكون زرق ايضا تيطلع بحال السردين كيطلع لاسيد يوريك ايضا تيطلعوا لاسيد يوريك دونك هادو خصنا نردو معاهم البال ويكثر من الخضروات والفواكه وياخذ الحوت اللي هو ابيض وياخذ الدواجن ماشي مشكل بالنسبه للجهاز الهضمي اللي تضر ناس كتير اللي كيكون مثلا متبعين عده تريتمون عده علاجات هادشي اللي غنقول لك الجهاز الهضمي الضر غالبا بالادويه ربما هادو مضاعفات ديال الادويه اللي كياخذ ضروري ما خصو ياخذ ادويه اخرى اللي غادي تحافظ على الجهاز الهضمي بحال غتكون كتغلفوا ويتفادى بحال العطريه كثيره لان حتى هي كتكون كتسبب في اضرار ديال الجهاز الهضمي الحوامض ايضا سبب في اضرار ديال الجهاز الهضمي هادشي اي حاجه اللي غادي تضر الجهاز الهضمي نحاولوا نتفاداوها بالنسبه لموضوعنا اليوم باش نرجعوا طبعا لموضوعنا اليوم كنا قبيله تكلمنا على الاضرار ديال العادات الغذائيه ديالنا الصيفيه شنو الاضرار ديالها على الجهاز الهضمي دكتوره سناء اول حاجه كنركزوا عليها هي غالبا كتلقى الناس كيلتجؤوا للمبردات المثلجات شنو المشكل ديالها انها كيحتوي على واحد النسبه اللي هي عاليه من اللاكتوز ونسبه عاليه من السكر بزاف الناس اللي كنقدروا نقولوا ثلثين ديال الاشخاص البالغين كتكون عندهم حساسيه بالنسبه لماده اللاكتوز الا تناولوها بواحد الشكل اللي هو كثير كيكون مشكل في الجهاز الهضمي هادي انتفاخ ديال البطن على الخصوص اول حاجه اللي غادي نركز عليها هي السكريات اللي كاينه متواجده في هاد المثلجات فهي كتطلع مستوى ديال الانسولين علاش لان كنستعملوا داك السكر راه مصدر الطاقه مهم كنستعملوا داك الطاقه اللي حنا في الحاجه ليها وما باقي كله كنخزنوه على شكل دهون الدهنيات اللي متواجده في هاد المثلجات فكاين حليب اللي كيقدر يكون كامل الدسم كتكون فيه الكريمه خاصه دوك لي كريم غلاسي كتكون فيهم كريمه هادو غادي يطلعوا لنا داك الدهنيات الثلاثيه لي تريغليسيريد وغيطلعوا لنا الكوليسترول وهنا كتولي الخطوره على القلب والشرايين لا سيما الا كان اصلا كاين واحد المرض متواجد بحال مرض السكري او امراض القلب والشرايين فكيزيد في التنبله وكيقدر يدير مشاكل وعكات صحية والزيادة في الوزن طبيعة الحال والدهون ممركزة في البطن شكرا لك دكتورة سناء العنايني إذا هذا الشيء يعني نتناولوه باعتدال شنو الحل دكتورة فاطمة زهرة كانيس المشاكل اللتة والأسنان اللي تكلمنا عليها بسبب العادات الغذائية الصيفية ألوغ أول حاجة كيف ما قالت الدكتورة سناء العنايني أن هاد العادات الغذائية خصنا نحاولوا الصيف نرتاحوا هذا ولكن نحاولوا نتناولوهم بعقلانية وخصوصا أننا ننظفوا سنان ديالنا من بعد يعني أننا ما نديروش هاد الشيء
هادشي كامل هاد الحفله ومن بعد نعسوا من بعد هادي يعني نخليو النظافه نخليو الحفله البكتيريات تنشف النظافه وحكان الاسنان النظافه كان هي الاساس هي المفتاح تاع اننا باش يبقاو سنات ديالنا مزيانين الوغ غنبيو في الحاله ديال الناس اصلا عندهم المشكل الوغ الا كان عندنا المشكل خصنا نعرفوا السبب ديال هاد المشكل يعني هاد الحساسيه ديال الاسنان واش عندي الحساسيه باسكو عندي سوسه واش عندي الحساسيه لحقاش عندي هروب ديال التا واش عندي الحساسيه لحقاش كنغزغز السنان ديالي واش عندي الحساسيه لحقاش هذه نقطه اخرى لحقاش كنحك السنان ديالي بقوه الناس اللي كيحكوا السنان ديالهم افيك فورس يعني ورا عند بالو راه كيحك ولكن كيورا اغريسيف فوالا اغريسيف راه كي اغريسي كيهلك اللثه ديالو وكيجرحها وكيجرح السنان ديالو اولا الناس اللي ثاني كنا دوينا عليهم مع الدكتور عماد اللي كيستعملوا دوك الوصفات الطبيه اللي ما هياش اللي كيمشي عشوائيه اللي كيمشي يحك سنانو بشي حاجه حرشه فاخر حرش جو سي با كيبقى يحك في سنانو هذا راه كيابغاز يعني ديك لافيلوغ اللي حنا دوينا عليها انت درتيها بايديك درتيها للسنان ديالك هذا دايرك غير تحرش وكيحك كيحك سنان ديالو يعني حرشهم ودار لهم الحساسيه ونقص من السمك تاع العاج يعني درتي انت كاع المشاكل السنان ديالك باش انك تمشي للحساسيه ديال الاسنان الوغ هذه هي اول حاجه نحاول اننا نعرفوا المشكل ثاني حاجه نتفاداو المشروبات الغازيه نقصوا منهم بزاف لانهم حامضيين ونمشي عند طبيب الاسنان ديالي باش نعرف شنو هو المشكل وكاينين علاجات متعدده لحساسيه الاسنان خاصني غير نتبع المعلومات تاع الطبيب ديالي شكرا لك دكتوره فاطمه الزهراء كانيس وصلنا لنهايه الحصه ديالنا للتواصل معك دكتوره فاطمه الزهراء كانيس على الانستغرام او على الرقم الهاتفي ديالي 06 04 87 69 شكرا لك وكنقول لك ان شاء الله نتلاقاو من هنا للدخول ان شاء الله الدخول وعطله صيفيه ممتعه للجميع ان شاء الله وبلا ما تاكلوا الحلوه بزاف ديروا بقي وحكوا سنانكم بزاف دكتوره سناء العناني اللي بغيت تواصل معاك 05 22 36 54 56 وبالنسبه للاسئله ديالكم مرحبا بكم على الصفحه في انستغرام dr-8 سناء العناني SANAA ELENANI نتمنى انك كاين الاسبوع المقبل رفقة هاجر طيب هنا غادي نخليكم عطلة صيفية سعيدة لكم